هنا عندنا عكس تعليمة load تعليمة store. في المثال السابق كانت load accumulator، عندنا هنا في هذا المثال store accumulator. store accumulator معناها اخزن STA من store، اخزن الاكيوميليتر، اخزن محتويات الاكيوميليتر في موقع الذاكرة اللي هذا عنوانه. فهنا الاوبكود لهذه التعليمة هو 32 هكسا، ويجي بعده ادرس، والادرس هنا حسب اللي احنا نحطه في التعليم. نشوف هنا هذه التعليمة تحتاج الى 3 بايت في الذاكرة مثل اللود، لان تعليمة وراها ادرس، فتعليمة اوبكود يحتاج بايت والادرس يحتاج بايتين، فتحتاج الى 3 بايت في الذاكرة. 4 ماشين سايكلز اللي هن فتش وريد وريد ورايت هالمرة وليس ريد. ليش؟ راح نوضح هسه، لان التعليمة هنا هي ستور وليس لود. هذه التعليمة ستور اكيوميليتر تحتاج الى 3 بايت في الذاكره. لنقرا التعليمه. التعليمه مكتوبه في العنوان 1219 هكسا، يعني 1219 نقدر نقول، لكن ذكروا كل هذا بالنظام السداسي 10 بالهكسا. ستور اكيوميليتر في العنوان 20 0 بي او 2000 بي هكسا، يعني مطلوب انه الاكيوميليتر نخزنه في هذا الموقع، عكس المثال السابق اللود اكيوميليتر. هنا ستور اكيوميليتر يعني انه احنا نخزن الاكيوميليتر في الذاكره. نشوف بأن التعليمة تتكون من 3 بايت، الأوب كود مالتها هذا اللي هو 32 هكسا، والزيرو بي 20 هذا اللي هو ملحقها اللي هو العنوان، هذين البايتين مثلاً 16 بت عنوان. إذن هذه التعليمة من الواضح أن قراءتها تحتاج إلى فتش للأوب كود، وريد للبايت الأول من العنوان، وريد للبايت الثاني من العنوان. إذن فتش ريد ريد تحتاج هذه التعليمة. بعد أن أصبحت هذه التعليمة الكود مالتها موجود بالكامل في المعالج، المعالج هنا يقدر يقرر بأنه هو يحتاج أنه هذه معنى التعليمة، أنه هذه التعليمة يجب أن تنفذ بالشكل التالي، أنه الأكيوميليتر محتوياته الثمانية بت اللي موجودة في الأكيوميليتر محتويات يجب أن تخزن في موقع الذاكرة اللي عنوانه موجود هنا اللي هو 2000 وبي هكسا. فإذن نحتاج إلى دورة ماكينة رايت لكتابة المحتويات في الذاكرة من الأكيوميليتر إلى الذاكرة. إذن هنا من الواضح أنه يعني هذه التعليمة تحتاج تنفيذها إلى أوبكود فيتش سايكل، دورة ماكينة لجلب التعليمة، ودورتي ماكينة ريد لقراءة العنوان من الذاكرة، بهذا يتم قراءة التعليمة بالكامل. ولتنفيذ التعليمة نحتاج إلى دورة ماكينة رايت، دورة الماكينة رايت. بذلك صار عندنا 4 دورات ماكينة، الفتش ريد ريد رايت. وتلاحظون أيضا هنا توزيع المعلومات داخل البصز على البصز، لأنه كل المعلومات هنا عندنا واضحة، عدا أنه هنا محتويات الأكيوميليتر إذا إحنا ما نعرفها نكتب هنا أكيوميليتر، يعني قيمة الأكيوميليتر هي اللي راح تطلع على البص حتى توصل للذاكرة. أما إذا كنا نعرف مثلا على سبيل المثال أنه هنا في الأكيوميليتر موجود 00 فرضا، وممكن هنا نكتب 00، عدا ذلك كيف نكتب أكيوميليتر. هذا كل ما يلزم لتنفيذ هذه التعليمات.